وسط حلقات الذكر والمديح لخصال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ارتفعت أصوات المدائح والأناشيد الدينية إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف الذي يستذكره العراقيون في ظروف استثنائية. أهالي الأنبار استغلوا الذكرى لمطالبة الحكومة احتواء المتظاهرين السلميين الذين خرجوا بعدما نهشهم الجوع والفاقة. نوجه كلمتنا رجاء من إلى الحكومة أن تنطي حقوق المتظاهرين، لأن المتظاهرين يمثلون كافة شرائح الشعب، وبمناسبة مولود الرسول أن نسأل من الله وبركة الرسول ومولد الرسول في التكية العليا القادرية الكسنزانية أن يهدي الحكومة، يلتفتون لفتة على المتظاهرين وينطونهم حقوقهم، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع مناسبة مولود الرسول، وندعو لتلبية مطالب المتظاهرين التي هي تعتبر مطالب مشروعة وحقوقهم، وأن يتم الأمن والأمان على جميع العراق. آخرون دعوا للاقتداء بأخلاق الرسول الكريم وتمنوا أن يعم الأمن والأمان جميع أنحاء العراق. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعله عام خير ومحبة وأمن وأمان على ربوع جميع العراق الموحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعل العراقيين متوجهة قلوبهم إلى نور إشراق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويحتفل المسلمون بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع أول كل عام، وتشهد العديد من البلدان الإسلامية والمجتمعات المسلمة في بلدان العالم احتفالات وفعاليات وأنشطة خاصة بالمناسبة. وتعد الذكرى أيضا فرصة لمراجعة سلوكياتنا، فالدين ليس عبادات وشعائر وحسب، بل إنه أيضا ممارسات وسلوكيات تجسد مفهوم الإيثار والإنسانية والتضحية.